وحول هذا الملف مشاهدينا معنا من القاهرة دكتور محمد محسن أبو النور خبير السياسات الدولية. أهلا بك معنا دكتور محمد في هذه الساعة من التغطية. ما الذي لفتك في أن يكون أحمدي نجاد ضمن الأوائل في من يقدمون أنفسهم لترشيحات الانتخابات الرئاسية في إيران؟ مساء الخير على حضرتك. بالتأكيد طبعا هذا الأمر هو يعني لافت جدا، لأن أحمدي نجاد أصلا لم يحصل على موافقة مجلس شؤون الدستور في الاستحقاقات السابقة، فبالتالي أن يذهب هذا الرجل ويتقدم بأوراق ترشحي فمعنى ذلك أنه يريد إحراج النظام الإيراني، لأنه من المعلوم طبعا أنه لن يقبل من مجلس شؤون الدستور، وبالتالي يكون أمام الرأي العام الإيراني أن رئيسا إيرانيا سابقا تخلد السلطة لمدة 8 سنوات وكان على ولاء تام للمرشد الإيراني لم يجاز من مجلس صيانة الدستور في هذا الاستحقاق الانتخابي. يعني هل هو تحدي لخامنئي بشكل علني أو هو ضغط عليه بشكل أكبر؟ هو بالتأكيد طبعا تحدي كبير جدا للسياسة الإيرانية الراهنة، لا سيما وأن محمود أحمد نجاد في الفترات الأخيرة بدأ يعني يقول تصريحات لاذعة جدا، وهو ما جعل الإعلام الإيراني الرسمي يهاجمه، منه مثلا وكالة فارس الإيرانية التابعة للحرس السوي وصفته بأنه أمه يهودية، ثم إن هذا الرجل قال تصريح في منتهى الدلالة وأكد أن مسؤول الاستخبارات أو دائرة الاستخبارات الإسرائيلية في المخابرات الإيرانية هو عميل لإسرائيل. هذا طبعا كلام قيل في الإعلام وفي وسائل الإعلام حتى الإيرانية المتواترة والمتداولة، وبالتالي هذا الرجل هو الآن في مرحلة صراع مع النظام الراهن، وأن يذهب إلى وزارة الداخلية تقدم بأوراق ترشحي فمعنى ذلك أنه يريد أن يضع نفسه ويضع النظام الإيراني أمام الرأي العام الإيراني، الذي بالتأكيد سوف يعني لم يقبل أن يرفض رئيسا إيرانيا سابقا تقلد السلطة لسنوات طويلة في إيران. ضمن كل المتابعات طبعا في الشأن الإيراني، ما الذي يجعل أحمدي نجاد له فرص وحظوظ في هذه الانتخابات دكتور محمد؟ هو محمود أحمدي نجاد له شعبية كافحة في الأوساط الفقيرة في القرى والأماكن النائية، ليس في طهران فقط ولكن في الأماكن الأخرى في المحافظات الأخرى. لماذا؟ لأنه كان يذهب بحقائب أموال ويوزع الدعم نقدا على الفقراء وعلى الناس في القرى النائية في المحافظات المختلفة، هو ما جعل له شعبية طاغية في بعد الدورة الرئاسية الأولى. طبعا الجميع يعرف أن محمود أحمدي نجاد تقلد السلطة من 2005 إلى 2013، في الفترة الأولى من 2005 إلى 2009 كون قاعدة شعبية كاسحة من الطبقات الفقيرة والمهمشة وكلام من هذا القبيل، طبعا باستثناء بعض المثقفين والذين يعني يتواجدون في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وشيراز، لكن بالقياس إلى حجم شعبيته الكبيرة جدا في الأماكن الأخرى، وبالتأكيد طبعا هذا الرجل إن أجيز من مجلس شؤون الدستور له بالتأكيد حظوظ لا تقل عن سعيد جليلي وعن علي أكبر لرجاني وعن الباقين. هل تتوقع بأنه يتم هندسة الانتخابات بشكل أو بآخر ويتم الضخ بأسماء أخرى خلال قادم الأيام، ومن تتوقع؟ هو حتى الآن الهندسة تجري على قدم وساق في إيران لإخراج هذه الانتخابات بصورة مثيرة، بصورة يعني تجعل الزخم أمام الصناديق أكبر من المتوقع، لأن النسبة في الانتخابات الأخيرة في 2021 كانت ما دون 50%، هي أقل نسبة من الانتخابات التي سبقتها وهي سبقتها، يعني مثلا في عام 2017 كانت نسبة الذهاب إلى الصناديق أكثر من 70%، فبالتالي الذي يهندس الآن هذه الانتخابات في بيت القيادة يريد أن يدفع بالناس دفعا إلى صناديق الاقتراع وإحداث زخم ما. لذلك أعتقد أن الدفع بوحيد حقانيان أمس ثم الدفع عن سعيد جليلي وعلي أكبر لرجاني في هذه الانتخابات سوف يجعل الناس نوعا ما يذهبون إلى هذه الصناديق للمفاضلة بين الأفضل والأفضل أو الأسوأ أو الأسوأ، كل حسب انتمائه وميوله السياسية سواء كانت محافظة أو إصلاحية في إيران. لذلك أعتقد أن الزخم هذه المرة سوف يكون كبيرا أمام صناديق الاقتراع في 28 من هذا الشهر. أشكرك جزيلا لكل هذه الإيضاحات، كنت معنا من القاهرة دكتور محمد محسن أبو النور خبير السياسات الدولية.